فيديو النهاردة بيتكلم عن محلات زي الوكالة. انا جيت يا جماعة. مش كل الناس بتقدر تروح الوكالة، بس انا اكتشفت محلين حلوين قوي، واحد لسكان الجيزة يعني هرم فيصل بولايه دكرور ارض اللواء الجيزة كلها ينفع يروحوا عشان هو جنبهم، وواحد في الدقهلية في المنصورة، واللي هو في الدقهلية في المنصورة ده ليه فرع في طنطا وليه فرع في المحلة. انا كده عملت اللي عليا، يلا بينا. كنت رايحة ازور ماما ولقيت محل بالصدفة بيبيع هدوم زي لبس الوكالة، بس هو حسيت ان هو حاطط حاجات شكلها حلو، فدخلت واشتريت منه قطعة. بعد ما اشتريت منه القطعة استأذنت وقلت له ممكن اصور الفيديو في المحل، قال لي اتفضلي. فصورت طبعا اغلبية الحاجات اللي عجبتني، وفي الاخر خالص اشتريت قطعة. فهوريكم دلوقتي المحل وبعد كده هوريكم انا اشتريت ايه. لما دخلت المحل كان فيه قطع كتيرة عجبتني، بس اللي عجبني اكتر الاسعار، يعني كانت بتبدأ من 35 و45 لحد اغلى حاجة 100 جنيه، فهحتاج اكتر من كده ايه يعني. المهم ان كمان كان فيه جزء للاطفال وكان فيه كمية فساتين رهيبة، وده احسن حاجة انا بحبها لان انا بقعد ادور على الفساتين ومش بلاقيها. المهم قلت اوريكم الفساتين اللي عجبتني علشان تتفرجوا معايا. الكارديجان ده كان حلو قوي وكان طويل وكل حاجة، بس انا كان هدفي ان انا اشتري فستان. الفستان البيج اللي هو ده كان عجبني قوي وكنت عايزة افكر ان انا اشتري قوي. هو بصراحة الخامة كانت وهميه، بس الماركه ما كنتش عارفاها قبل كده، ماركه سيمبل ما كنتش عارفاها، وكان هيجي مقاسي، بس حسيت ان هو محتاج حد مش محجب عشان هو كان بنص كم، لو كان قط كنت ممكن البس تحتيه قميص. وعجبني قوي برضو الفستان ده كقماشه بقى، مش عايزه اتكلم على القماشات، يعني القماشات حلوه قوي يعني كلها براندات تعتبر، واسعارهم كانت 75 جنيه للقطعه، فحاجه حلوه جدا. المهم ان انا صورت لكم كده يعني جوله صغيره خالص في المحل علشان يعني تبقوا فهمتوا انا كان قصدي ايه. دي بقى القطع اللي انا اشتريتها من المحل ده، في قطع كتير عجبتني، بس احنا كنا في اخر الشهر طبعا، مش محتاجه اشرح لكم يعني ايه اخر الشهر بالنسبه لي. طيب القطع دي عجبتني اولا ان هي الخامه بتاعتها كانت حلوه قوي وقماشه جامده كده، وانا بحب اصلا القماش اللي هو الدانتيل ده، وهو كان مطرز اسود في ابيض، انا بحب اصلا الاسود في الابيض فاشتريتها طبعا. بعد كده اكتشفت ان هي زارا وومن ومقاس ميديم تمام، فاللي هو يعني انا ما ببصش على الماركه اول حاجه، يعني ما بتشدنيش الماركه اول حاجه، ما بيشدني الشكل والخامه، لو عجبوني ابص بقى على ماركتها بعد كده، لو لقيت ماركتها عارفاها تمام، لو ما لقيتش ماركتها عارفاها بعمل سيرش على جوجل وبعرف بقى هي اصلها ايه وكده يعني فاهمين. فعجبني اول الستايل ده، عايز قميص ابيض وبنطلون ابيض وايد ليج، فلسه هشتريهم عشان البسهم، فطبعا مش هينفع انا اسالكم دلوقتي اللي انا ما عنديش القطعتين اللي هيتلبسوا عليهم، عشان لو لبست اسود حاسه ان هي مش تبقى حلوه قوي صح ولا ايه. قولوا لي برده في التعليق هيليق عليها اسود في اسود ولا ابيض في ابيض او ولا اسود في ابيض، يعني بصوا ساعدوني في التعليقات. نتكلم بقى عن المحل اللي في المنصوره واللي ليه فرع في طنطا واللي ليه فرع في المحل. اللي انا هقوله لكم ده مجرد صدفه ان هو كمان زارا، فتعالوا بقى نتكلم عليه. برضو عجبني قوي القماشه، يعني انا اشتريته عشان قماشته جامده كده، انا بحب البس القماش الواقف، ما بحبش البس القماش الطري، بحب البس القماش اللي هو ماسك نفسه، فعجبني قوي الستايل ده ولبسته قبل كده وطلعت بيه في فيديو. هي بص الستايل كان هو بيجامه شويه بصراحه، بس هو حسيت ان هي حاجه جديده، بس هو هيحلو اكتر لو لبست عليه فستان، وطبعا انا ما عنديش فساتين، فبرضو لما اشتري فستان ممكن انسقه، بس حسيت ان هي قطعه مش هينفع اسيبها، يعني عجبتني قوي مش هينفع اسيبها. ودي كان مقاس سمول، معنى كده ان انا ممكن البس اي مقاس، يعني ممكن البس ميديم سمول اكس لارج، لان البلوزه اللي ورايا دي اكس لارج، بس هي على حسب ستايل اللبس، يعني ممكن سمول يبقى مقاسي، ممكن في بلوزه تانية ما يدخلش مش هيدخل خالص، ممكن اكس لارج يطلع كبير قوي في بلوزه تانية يطلع صغير، فهو على حسب الستايل بتاع البلوزه. نتكلم بقى على البلوزه دي بقى اللي هي فعلا حسيت ان هي اللي عجباني، وهي كبيره شويه عليا، بس انا ما قدرتش اسيبها، انا ما قدرتش اسيبها بسبب الخامه والديزاين بتاعها، حسيت كده ان انا جايه من الامبراطوريه على هنا على طول، عارفه تحسوا كده ان انا اميره كده في نفسي وانا لابساها. المهم اللي انا حسيت ان انا مش انا، يعني ستايل غريب عليا شويه، بس ما قدرتش اسيب القطعه دي، مع ان هي باين ان هي كبيره شويه، بس انا فعلا لبستها على قميص ابيض وكان شكلها حلو، يعني كل شويه طبعا اعدل نفسي كده وبتاع، بس هي في الاخر يعني حلوه. هي ماركه اسمها شيلوي، بس انا ما اعرفش شيلوي لان انا عملت سيرش عليها على جوجل ما طلعش ماركه، طلع حاجه غريبه، طلع ان في بيج اونلاين
بتبيع القطع الشيلوي، يعني هي بتبيعها تمام، يعني زي جروب بيبيع لبس مستعمل بس بتاع شيلوي. فهو ما لقيتش الموقع بتاعه الاساسي، ما لقيتهوش، بس هي يعني انا نسيت اقول لكم الاسعار، صح نسيت اقول لكم الاسعار وافهمكم نقطه. المحل اللي في المنصورة وفي فرع في طنطا وفي المحلة ده بالوزن، يعني قطعة بالوزن، لكن المحل اللي كان في الجيزة ده مش بالوزن، ده بالقطعة عادي زي الوكالة بالظبط. طب نبدأ بده، دي كانت ب 45 جنيه القطعة، كانت ب 45 تمام، دي كانت ب 50 جنيه علشان وزنها تقيل شوية، ودي كانت ب 35 جنيه عشان وزنها خفيف، يعني هي خفيف خالص، شيفون خفيف خالص. فلو انت مش عارفه تروحي المكان فانت ممكن تروحي المحلات اللي انا قلت لك عليها دي، لان انا بالنسبه لي دي محلات اكتشاف، وكل ما اروح ازور ماما هعدي على المحل ده والمحل بتاع المنصوره كمان، كل ما يكون فاضيه كده اقوم معديه عليه برضو. انقلي كام حاجه كده اقتنيها في الدولاب. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك الفيديو واستفدت منه، واكتبي لي في التعليق احلى قطعه عجبتك ايه، وباي باي.